وعليكم السلام دكتور. في المحاضرة الأخيرة كان حديثنا فيها عن استخدام المادة الوقود، المادة البترولية كوقود. وفي هذه مجموعة المحاضرات السابقة ركزنا فيها عن مصادر الوقود الأحفوري بشكل عام، وأيضا استخدامها كوقود، وذكرنا طبعا أشكال مختلفة من الوقود الذي يستخدم تحت أسماء تجارية مختلفة، منها ناتشرال جاز، منها الكيروسين، ومنها الجازولين، ومنها الديزل اللي هو السولار، ومنها الهيفي أويل إلى آخره. وذكرنا أيضا المصادر المختلفة والمحسنات أيضا التي تضاف على الجازولين وأيضا التي تضاف على الديزل. هلأ في مجموعة المحاضرات اللاحقة هيكون عندنا طبعا هذا الشابتر اللي هو شابتر 3 عن البتروكيميكال بروسيسز بشكل عام، المواد الكيميائية البترولية الهيدروكربونية الساتوريتد هيدروكربون، عالية الموليكولار ويت، كثير منها يحول بشكل أو بآخر لمجموعة مركبات كيميائية عضوية وبوليمرز وأصباغ وإلى آخره وديترجنس بأشكال مختلفة باستخدام خلنا نقول عمليات كيميائية مختلفة. هلا حنبدأ حديثنا عن الconvergent processes in petrochemical industry. هون طبعا استعرض أول شيء بعض المعلومات الأساسية. بعض المعلومات الأساسية، المعلومة الأولى اللي هي عبارة عن over 50% of today chemicals originate from petroleum and natural gases. إذا تطلع على النوعيات المركبات الكيميائية في المختبرات المختلفة والصناعات المختلفة، 50% وأكثر من 50% حاليا، يصل هذا الرقم إلى 70%، مصدرها الأساسي هو المادة البترولية. فالمادة البترولية تحول بأشكال مختلفة إلى آخره، منها تستطيع صناعة الإنسكتسايدز، منها تستطيع صناعة بعض الأدوية، بعض الأجروكيميكالز للزراعة، الرابرز، البرفيومز، الإكسبلوسيفز، السولفانس المختلفات، البينز، الديترجنس إلى آخره. كلياتهم هذول غالبا يسموا بتروكيميكال اندستري. البتروكيميكال اندستري تشتمل على مجموعة واسعة من الصناعات. على 90% من المادة البترولية حقيقة بروح باتجاه الحرق استخدامها كوقود، 10% تقريبا ل 12% بروح باتجاه هذه المجموعة الواسعة من الصناعات. هنتعلم طبعا في خلال مجموعة المحاضرات اللاحقة، حوالي يمكن 4 محاضرات أو أكثر، عن طريقة التحويلات الكيميائية اللي بتتم مباشرة على المادة البترولية اللي هي الهيدروكربونية. Before utilizing petroleum products, the crude oil is subjected to physical separation processes. طبعاً هون بتجي ماذا تعمل على المادة البترولية بعد استخراجها من بئر البترول. طبعاً لما أتكلم عن المادة البترولية أقصد فيها المادة البترولية السائلة والغاز. أول وحدة بنمررها مباشرة أو بندخل على مجموعة من physical separation processes لفصلهم مباشرة. ولفصلهم تلقائيا بدك تقوم في عمليات الديستيليشن، حكينا عنها سابقا. فلما تقوم في عملية الديستيليشن فصلت الآن المجموعات المختلفة عن بعضها البعض، ففي فراكشن عندك للغازات، في فراكشن للغازولين، في فراكشن للكيروسين، في فراكشن آخر إلى آخره، وفي بقايا، ده بقايا عندك كمية كبيرة من المواد اللي هي بتسمى هيفي أويل. المراحل اللاحقة الآن اللي هي التخلص من مجموعة من الأشياء اللي عالقة فيها. أول واحد اللي هو عبارة عن الأبزوربشن. الأبزوربشن is used to free the oil from acid gases. عن هون مقصود فيها إنه في عندك موجود غازات، هذه الغازات حامضية، هذه الغازات فيها كبريت في كثير من الحالات، بدك تفصلها عن المادة البترولية سواء كانت سائل أو غاز. هذا بيتم في عملية absorption. الadsorption والabsorption شيئين متلاحقين مع بعضهم البعض.
The crude oil is passed over silica أو ألومنا أو molecular sieves. The molecular sieves اللي هو عبارة عن aluminosilicates. Aluminosilicates. To remove water, أي بقايا من الماء وأي أحماض غازية أو غازات أو أحماض بشكل عام. هذا هو الجزء الأول من عمليات التنقية اللي بتتبع مباشرة عمليات الفصل. فلو كان عندك المادة بترولية لنفترض غازولين، بدك تمررها في هذه المراحل، تتخلص من الـ H2S وتتخلص أيضا من الرطوبة والمية وأي حامض آخر، غازات الحامضية. بعدها مباشرة الآن بهمك دائما أنك إذا كان في عندك مركبات أروماتكس، مركبات أروماتكس تقوم باستخلاصها. السبب الرئيسي إيش؟ أن مركبات الأروماتكس أكثر بالأهمية من مركبات الأليفاتكس، وهي مصدر لتصنيع عدد كبير جدا من المركبات. مركبات مرتان الأروماتكس يعني البنزين، التولوين، الزايلين، وأي مركب ديريفاتيف لحلقة البنزين أو للبنزين. هدول بيتموا في عمليات إكستراكشن، عمليات solvent extraction. إيش عملية solvent extraction؟ بدك تضيف على المادة البترولية solvent مناسب، مرة ثانية solvent مناسب. المادة الأروماتيك تذوب في هذا، تذوب في هذا solvent، يفصل هذا solvent وهذا solvent immiscible مع باقي المادة البترولية، تفصله وبعدين بتقوم باستخلاص مادتك من خلال الإيفابوريشن دي السولفنت. أهم سولفنت على الإطلاق هاي كتبتهم أنا هوني، إثيلين غلايكول. إثيلين غلايكول واحد ليكويد SO2 سالفولين. السالفولين اللي هو الآن هذا عبارة عن مركب كيميائي يحتوي على مجموعة من التركيبات الكيميائية فيها كبريت، مرة ثانية فيها كبريت. هذا عبارة عن سولفنت، مركب سولفنت. هذا الآن قمت في عمليات الفصل. بعد ما قمت في عمليات الفصل وخدت من هالمرد المركبات الأروماتكس، بقي عندك المركبات الأليفاتكس، اخضعها بعدين لعمليات ديستيليشن وعمليات فصل. هلا في كثير من الحالات بنقدر نقوم بهذه العمليات بعد عمليات الديستيليشن أو قبل عمليات الديستيليشن. هون طبعا بتقوم فيها بعد قبل عمليات الديستيليشن على المادة البترولية الخام، مرة تانية على المادة البترولية الخام. هلا في عندي أكثر من شكل من أشكال الديستيليشن، واحد منهم الأتموسفيريك ديستيليشن. أتموسفيريك ديستيليشن يعني أتروم تيمبرتشر، كأنك بتقوم في عمليات ديستيليشن أو فراكشنال ديستيليشن، حتى تفصل فيها اللايت نافثة. اللايت نافثة اللي هي في مركبات خلينا نقول هيدروكربونية منخفضة الوزن، إلى أن تصل إلى الهيفي نافثة كيروسين والأتموسفيريك غاس أويل اللي هو البقايا. هذول الأتموسفيريك غاس أويل، مرة ثانية هذول هم الهيفي أويل، مرة ثانية هذول هم الهيفي أويل، هم أتموسفيريك غاس أويل بسموه بعمرات أو الهيفي أويل. هذا بتقوم في عمليات، مرة ثانية عمليات فصل باي ديستيليشن. ممكن تقوم أنت بفاكيوم ديستيليشن بدل هالعملية، الديستيليشن أندر فاكيوم. هذا فرق ما بين التنين الآن، الأول أو الثاني. هذا بتكون تحت ضغط جوي واحد، تحت ضغط جوي واحد. هذا تحت reduced pressure يعني بدك تخفض الضغط الجوي. على هون بتتم العمليات هاي غالبا غالبا مرة ثانية على الهيفي أويل. على الهيفي أويل، الهيفي أويل اللي هو المولكيولر ويت تاعه عالي. فهون بتسخن أنت وبتفصل، تفصل الآن المواد اللي هي شو بدي أقول، الوزن الجزيئي عالي جدا فيها بين 400-440 درجة مئوية، لكن بدك تخفض الضغط إلى حوالي 25-40 مليمتر مركري. أتذكر الآن قديش الضغط الجوي 760 مليمتر مركري. هذا الآن تقريبا يعني عشره أو أقل من العشره، 5% منه. هلا ليش بتقوم في هذه العملية؟ ليش ما بتقوم في الطريقة الأولى وبتسخن مثلا لدرجات حرارة عالية؟ عندما هون وصلت لحوالي 438 بتقدر أنت تسخن تسخين أعلى من هذا الرقم. السبب الآن أنه إذا قمت في عمليات التسخين under one atmospheric pressure
تبدأ تتكسر بعض الروابط الكيميائية، تبدأ تكسر بعض الروابط. لهذا السبب الآن بتقوم في عملية الفاكيوم ديستليشن. تقدر الآن تعمل ستيم ديستليشن، كمان تعمل ستيم ديستليشن. This can be carried out with super heated steam. Steam هذا ستيم ديستليشن. فالآن vacuum distillation هل أفصل هذه أنا اللي هي منفصلة بشكل منفصل to avoid cracking، أحط هذه بشكل رقم ثلاثة. رقم ثلاثة اللي هي steam distillation، فبدأ أكتب هون كلمة steam، بدأ أخذ كلمة steam عشان أفصلها عن الحالة السابقة. بدأ أحطها كمان as a bold حتى تكون منفصلة. هاي steam بالكابيتال اس، ستيم ديستيليشن. ستيم ديستيليشن الان هذا بيتم باستخدام ماء ساخن جدا. ماء الساخن جدا هذا بيكون حرارته فوق 100 تقريبا، اثناء وتعمل له بابلينج في داخل الغاز اويل. بخرج التنين مع بعضهم البعض، ولما بخرج التنين مع بعضهم البعض لما بترجع تبردهم بينفصل طبقة الماء عن الطبقة الأخرى اللي هي المادة الهيدروكربونية. بتقدر تعمل الآن vacuum distillation مع steam distillation combination من vacuum distillation and steam distillation. الآن هذا بتفصل فيه غالبا عشان تتعامل فيها مع residue اللي وزن الجزيئي بتاعها جدا عالي، اللي فيها حوالي 30-40 ذرة كربون، أو اللي فيها الغاز أويل vacuum gas oil. المنتج هذا هو الغاز أويل vacuum gas oil وريزيديو، بقايا المواد اللي هي غالبا بتكون مواد أسفلتية. فصلت الآن المواد هاي، نقيت هذه المواد إلى آخره، بصير عندك المرحلة اللاحقة. صار عندك الآن مادة بترولية، فصلت أجزاء منها عن بعضها البعض، لكن انت بحاجة لجزيئات من المادة البترولية. بدل ما تكون المولكولار ويت بتاعها لنفترض فيها 10 ذرات كربون او 20 ذرة كربون، انت بحاجة لمركبات تحضرها بحيث ان يكون فيها عدد من ذرات الكربون 2 او 3 او 1 الى اخره. ايش بتقدر تسوي في هذه العملية؟ بتقدر تسوي في هذه العملية عدة اشياء. هذه واحدة منهم اسمه ثيرمال كراكينج، تكسير المركب المناطق الكربونية حيث أنه تعمل كراك على كاربون كاربون بوند، حيث أنه لو كان مثلا عندك جزيء في 10 ذرات كربون وعملته ثيرمال كراك بالحرارة اللي هي اسمها كوكينج أيضا، تكسر هذا إلى أجزاء صغيرة بحيث أنه يكون في عندك أجزاء فيها كربونتين أو ثلاثة أو واحد أو أكثر أو أقل حسب الآن الكونديشنز اللي عم تستخدمها أنت في الثيرمال كراك. في الكاتاليتيك كراكينج، كاتاليتيك كراكينج اللي هي بتستخدم فيها مع إضافة للحرارة بتستخدم فيها كاتاليست، بتستخدم فيها كاتاليست. هايدرو كراكينج تستخدم كراكينج مع هيدروجين، مع مرة ثانية مع هيدروجين. أنت فعليا عم بتقوم في عملية كراكينج باستخدام الهيدروجين والحرارة بوجود الهيدروجين. ستيم كراكينج باستخدام الآن الستيم، ماء ساخن جدا، ماء ساخن أيضا تستطيع أنك تكسر هذا. طبعا هون ستيم لا يقصد فيها الستيم على درجة حرارة 100 أو 150، لا على درجة حرارة عالية جدا. في عندك بروسس آخر اسمه كاتاليتيك ريفورمينج، هذه أيضا مستخدمة بشكل واسع جدا حتى نحصل على لو موليكولر ويت. كل الأهداف حصل على low molecular weight hydrocarbon من high molecular weight hydrocarbon، أو إنك ترجع تعدل الستركتشر زي هو في الحالة الكاتاليتيك ريفورمينج. هناخد هدول كلياتهم بالتفصيل، وأول واحد اللي هو عبارة عن thermal cracking اللي هي الكوكينج. It's a severe cracking process designed to handle heavy residue oil. Heavy residues oil وزن جزيئي عالي فيها بدك تكسره. This process involves splitting, breaking down of high molecular weight hydrocarbon into lower homologs. Homologs اللي هو يعني من نفس الصنف. The product depends on. نبدأ الآن في شو بكون مؤثرات لما أنت بتكسر جزيء كبير جدا وتحصل منه جزيئات أصغر. Type of hydrocarbon feedstock.
انت مدخل هيفي اويل ولا مدخل انت ديزل ولا مدخل هيفي اويل ولا مدخل اسفلتين مثلا اللي هو مركب الاسفلت الى اخره. شو طبيعه الماده اللي عم بتكسرها؟ هذا واحد. اثنين، اي بريشر بتستخدم، حجم كميه البريشر عم تستخدمه. بعدين اي تمبريتشر، تمبريتشر كثير هون جدا مهمه الى اخره. هاي تمبريتشر جيفز كوك، لما بترفع الحراره بشكل كبير جدا حتفحم المركب، حتحصل على هيدروجين وفحم، حتكسر المركب كامل. وبعض الغازات، واما كميه الماده السائله فبتكون قليله. لو تمبريتشر الان بتعطيك سوفت سبونجي كوك وبتعطيك كميه سائل، مواد سائله وغازات. يعني لما تكسر انت على حراره عاليه حصل غالبا على كربون، على فحم وغازات. اما لما تحطم انت وكميه قليله من السائل، لما تحطم على درجه حراره منخفضه، منخفضه مقصود فيها يعني 500 700، مش مقصود فيها روم تمبرتشر، اوكي، بتحصل على سبونجي ماتيريال، سبونجي كوك، وبتحصل ايضا على مواد سائله. هذا ريزيدنس تايم. ريزيدنس تايم هذه يطلق عليها في بعض المناطق اللي هي عده نقاط، عده كلمات بدل كلمه ريزيدنس تايم، كونتاكت تايم او سبيس فيلوسيتي. لو انت مدخل الماده البتروليه ستلامس الماده البتروليه اثناء عمليه الكراكينج سطح الكاتاليست، مره ثانيه سطح الكاتاليست، قديش الزمن اللي بتبقى فيه على سطح الكاتاليست؟ هل هو عباره عن مايكرو سكند ولا هذا فيمتو سكند ولا هذا سكند؟ قديش الملامسه مره ثانيه ما بين الماده البتروليه to be cracked and the surface of the catalyst؟ هذا الزمن جدا مهم. ايضا يطلق عليها space velocity. شو ال space velocity؟ سبيس فيلوسيتي يعني انه قديش السرعه اللي بمر فيها الماده البتروليه على السطح. طبعا هون كونتاكت تايم بده يكون بالسكند، سبيس فيلوسيتي بده يكون فيلوسيتي، يعني فيلوسيتي معناها قديش كم لتر بمر في الثانيه، عدد اللترات بالثانيه، او الحجم مقسوم على الزمن. هذا بالنسبه للريزيدنس تايم، له اكثر من منطلق. هلا صار عندي هون أربعة فاكتورز، هذه الأربعة فاكتورز مهمة جدا. هلا هون نطلع مباشرة على عدة أشياء. واحد منهم الآن اللي هو ثيرمال كراكينج لمادة بترولية باي ويت. هلا هون بطلع أنا على أول شيء البرودكت، هاي كلمة برودكت، هاي الفيد ستوك. فيد ستوك اللي هي المادة اللي أخذناها. أطلع الآن على التالي، بتكون الآن خلينا أخذ الأخيرة مباشرة. إيش الأخيرة الآن؟ آخر واحدة، آخر واحدة أخذنا أز فيد ستوك. الآن الفيد ستوك كان هو النافتة، كان النافتة. هلأ اللي قبلها مباشرة الجازولين، اللي قبلها مباشرة بروبين إلى آخره. هلا طلع مباشرة، درجة مرة ثانية على الفيول أويل. خدت أنت فيول أويل وبدأت تحطمه، تحطيمه الآن باي ثيرمال باي ويت هيعطيك الآن ما نسب مئوية 6%، مرة ثانية 6% نافتة. مش معروف قديش الكميات، مش مكتوب على الكميات بالإيثين والبروبين. خلينا اخذ واحد اللي هو البروبين، او خلينا نقول الميثين، تحته في ايثين وتحته ايثين، تحته بروبين، بعدين بروبين، بعدين جازولين. هلا انا دخلت الان ماده وبديت الان اكسرها كيميائيا، ايش الان بكون عندي نتج؟ تفكك المركب بتاعي وأعطى نسب معينة من مركبات مختلفة. فإذا أدخلت أنا مثلا الإيثين كفيد ستوك أكسره في ثيرمال كراك، شو حيعطيني الآن؟ تكسير الإيثين، تكسير الإيثين حيعطيني هيدروجين، حيعطيني ميثين، حيعطيني إيثين. إيثين
الإيثين اللي هو سي دبل بون سي سي اتش 2 دبل بون سي اتش 2. إيثين ما تحطم. بروبين بروبين كازولين. كيف الثيرمال كراك اللي كله اللي فيه ستوك اصلا ايثين فيه كله كربونتين، كيف تشكل جازولين اثناء عمليات التكسير؟ بصير ايضا بولمرايزيشن، بصير بولمرايزيشن ات ذا سيم تايم، يعني في كراك وفي ايضا بولمرايزيشن. هلا نطلع مباشره شو الميجر برودكت اللي نتج. الميجر برودكت اللي نتج اللي هو عباره عن المركب التالي، طلع عليه 47 7 أعشار، الباقي 3 5 2.4 2%. معناته شو الميجر برودكت تاعك لما بتدخل في عملية الثيرمال كراك؟ مادة الإيثين هينتج معك إيثين ويتبقى إيثين، ويتبقى الإيثين الغير مكسر. طب لو أدخلت أنا بروبين، لو أدخلت بروبين، لاحظ الآن في عمليات التكسير حيتشكل عندي أكتر شيء المادتين الميثين CH4 والإيثين. الإيثين هو إيش؟ C double bond C، يعني بمعنى آخر حيتشكل عندي مركبات unsaturated. وبنسبة أقل بكتير بروبين، مرة تانية البروبين انتبه إنه هدول unsaturated 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 اللي CH4 saturated. هلا اذا دخلت في الفيد ستوك للتكسير، ادخلت مباشرة نافثة الثيرمال كراك، لاحظ الان حيتشكل عندك، حيتشكل عندك ميثين هيدروجين كميات قليلة، كله الحالات كلها قليلة. الجزء الاكبر اللي حيتشكل عندك هي 31% ايثين. حيتشكل عندك ايضا في التكسير للنافثة جازولين، مادة الجازولين 22%. فغالب المركبات الآن المتشكلة هون بيعتمد مرة ثانية إيش؟ الفيد ستوك. شو بيعني لي هذا؟ إذا بترجع على الأمام type of hydrocarbon feed stock، شو هي المادة الهيدروكربونية اللي عمالك تعمل عليها كراكين. نقطة ثانية مهمة جدا، هل تستطيع تعمل كراك على الإيثين؟ نعم بقدر اعمل كراك على الايثين، ادخله بنفس الظروف اللي عم نحكي عنها قبل شوي واكسر المركب هذا. اذا بدي اكسره حيبدا تكسيره، اول شيء تكسير كربون هيدروجين بوند، كربون هيدروجين بوند. لاحظ الان اول ما بدا يتكسر كربون هيدروجين بوند، ثم تبقى ثم تعود الان كربون كربون في التكسير. نفس الشيء البروبين، نفس الشيء النافثه، هذه مهمه جدا. هلا ننتبه على نقطة أخرى أيضا، كيف بتتم العملية هاي؟ شو الميكانيزم في هذه العملية؟ ميكانيزم في هذه العملية نطلع على التالي. أول نبدأ في الحديث النقطة التالية، thermal crack involves free radical chain reaction. شو الفري راديكال؟ free radical أن تكسر الرابطة الكيميائية ما بين الكربون والكربون أو الكربون والهيدروجين، بحيث يتشكل unpaired electrons على كل طرف. هذا homolytic، مرة ثانية homolytic crack، homolytic crack electron electron. هلا طلع مباشرة على الرياكشن، هي كتبت أن الرياكشن هي تحت RCH2 CH2 CH2 R prime. كسرت الرابطة في منطقة، هذه هي المنطقة، كسرت الرابطة في هذه المنطقة. لما كسرت إلكترون تبقى مع الجزء الأول RCH2 dot radical، والأخرى الآن CH2 معها dot CH2 R prime، هذا هو الجزء، فكسرت هذه. هلا لاحظ دلتا H 350 كيلو جول بير مول. هلا هذا هون الجزء الأول من التفاعل. Reaction involves high temperature hemolysis. شو الهيموليسيس؟ كسر الرابطة، أي رابطة؟ CC و CH bonds. أيضا يشمل هذا على beta hydrogen transfer أو beta hydrogen elimination.
في المنطقة اللي تم فيها الكسر مباشرة، الهادي طبعا ألفا هيدروجين، الكربون اللي بعده يعني مثلا هذه نفترض خلينا ناخذ هذه انا هذه مباشره، هذه الكربون كربون الفا، هذه الكربون كربون بيتا، الهيدروجين على بيتا بوزيشن، هذا بيتا بوزيشن بيصير له اليمينيشن او بيصير له ترانسفير، بيصير له اليمينيشن او ترانسفير. هلا بشكل لي راديكال جديد وبشكل لي ايضا يتبعه هيدروجين ابستراكشن، هو جزء بياخذ الهيدروجين المتبقي. To give الآن high percentage of unsaturated hydrocarbon gases, cracked naphtha, middle distillates and coke. Hydrogen is removed faster from tertiary position. طبعا بنعرف انه tertiary position الهيدروجين تاعه اضعف بوند، فعشان هيك طوال فوق. خلينا ابدا مره ثانيه للرياكشن. كسرت هذه، فهذا هو عبارة عن homolytic reaction. ننتبه homolytic hemolysis الأولان hemolysis homolytic reaction. كسرت فتشكل radicals. هاي قيمة الحرارة التابعة لها اللي هو دلتا اتش الانرجي. هاي هذا المركب الآن، هذا طبعا فيه radical. أنا في مرة ثانية radical، أنا مش حاطط radical. كسرت هذه مباشرة هيها، وخرج الار جروب هذا از راديكال، اي راديكال لحاله. شو تبقى هون في داخل المركب؟ CH2 هون طبعا انتبه، هون في نقطه راديكال، بحط النقطه هذه هاي راديكال، كان هذه الاصل يعني، هاي بدي احطها هون الان. الراديكال ار جروب برايم هذه اخذت الراديكال، وتبقى هون C double bond CH2 double bond CH2. هذه الانرجي بتاعها المتطلب الانرجي منخفض، يعني بسرعة بتحدث مدام حدثت الخطوة الأولى، يتبعها بشكل سريع جدا الخطوة الثانية. هلا بدي يصير تطلع على الهيدروجين ابستراكشن. شو الهيدروجين ابستراكشن؟ هيدروجين ابستراكشن هون تشكل راديكال، وفي عمليات التكسير أيضا تشكل هيدروجين راديكالز. التنين حيلتقوا الراديكال مع الراديكال، حشكلوا بوند. الانرجي بتاعهم almost zero. معناته شو بيعني لي هذا الكلام؟ بيعني لي هذا الكلام بانه يتشكل اول شيء، هاي هون الجزء الاول هذا الهيموليسيس، هذا يشتمل على بيتا هيدروجين ترانسفير، هون الهيدروجين ترانسفير اجل هذا الار، وبعدين هون مباشره اللي هي الكومبينيشن، كومبينيشن ما بين هي الهيدروجين ابستراكشن أو هيدروجين. لاحظ نقطة بروتون، it's a hydrogen atom abstraction. من إيش؟ من R من R dot. هلا هون ننتبه على there are three types of thermal crack. thermal cracking هذا بيعتمد تسميته على عدة أشياء. في إشي اسمه delay cocking، في إشي fluid cocking، في viscosity breaking إلى آخره. نبدا في اول خطوه، في اول نوع من هذه الكوكينج او الكراكينج. هو الكوكينج هي الكراكينج نفس الشيء، يعني فلويد كراكينج، ديلي كراكينج، فيسكوستي بريكينج، كراكينج الى اخره، بريكينج اور كراكينج. هلا نطلع على الكوكينج. كوكينج از دون ان ا فيكست بيد رياكتور، فيكست بيد رياكتور، شورت كونتاكت تايم، بريشر 25 ل 30 بي اس اي. بي اس اي هي باوند بير سكوير انش، بير سكوير انش حرارة حوالي 500 مئوي و 480 ل 500 مئوي. هذا الآن it's a cocking. هلا شو الآن الفيكست بيد؟ الرياكترز المختلفة اللي هي بدل عنا احنا مثلا في داخل المختبرات نستخدم مثلا راوند بوتوم فلاسك، نستخدم بيكرز، نستخدم أوعية زجاجية مختلفة. هذه الآن مباشرة هذه عبارة عن قطع معدنية أو الرياكترز هذه عبارة مصنوعة من معادن. هذه المعادن من زي الستانلس ستيل، يوضع في وسط الأنبوبة تاعت الرياكتر، أنبوبة الرياكتر يوضع الآن مادة مثقبة من السيراميك، مادة مثقبة أو سيراميك مثقب. الغازات الآن أو السوائل أو الفيد ستوك يدخل من الأسفل. لما بدخل من الأسفل بده يمر من خلال هذه الثقوب.
إلى المنطقة الأعلى. إذا كان في عندي كاتاليست، الكاتاليست بيكون مثبت وين؟ على الفيكست بيد، على هذه الألواح الخزفية التي تحتوي على ثقوب. شورت كونتاكت تايم، بسرعة بنمررها من خلال هذه الثقوب حتى ما تلامس الحرارة بشكل كبير. مين بيكون المسخن؟ التسخين بيكون على اللوح السيراميك، هذا هو اللي بيكون الساخن. وهي مرة بتسخن فجأة، لما بتسخن فجأة الضغط الداخلي لاحظ 25 ل 30 بي اس اي. تقدر تحول هذا عشان تعرف قديش قيمته بالاتموسفير، هذا اقل من 1 اتموسفير. هذا الان حراره القطعه الوسطيه هذه للبيد حوالي 500 مئوي. هذا اسمه ديلي كراك كوكينج او ديلي كراكينج. هلا فلويد كوكينج، كوكينج از دون ان ا فلويد بيد رياكتور. يكون في عندي المادة مباشرة سائلة، مرة ثانية سائلة، هذه السائلة يدخل عليها مباشرة الكوك أو المادة مع هواء ساخن أكسجين يعني مع بخار ماء، يكسر المركب البترولي إلى CO وH2 وCH4، هذه اسمها fluid cooking، معناته ماء ساخن سائل، ساخن سائل في داخله بتدخل عليه المواد الهيدروكربونية، المادة البترولية، بيعمل bubbling في داخله بالأكسجين، حرارته عالية جدا 520 مئوي، مباشرة يبدأ المادة البترولية بالتفكك. لما بتبدأ في التفكك ينتج من خلال هذه العملية CO وH2 وCH4. هلا في شيء اسمه viscosity breaking او cracking، هذا نوع من انواع الكراكينج. اذا كانت الماده البتروليه ماده عاليه اللزوجه، عاليه اللزوجه يعني بتتشكل من long chain hydrocarbon، وانت بدك تقوم في عمليات نقلها من منطقه الى منطقه عبر انابيب، تلقائيا ما تحتاجه الى انك تقوم في عمليه تكسير محدود حتى تخفض الفيسكوسيتي وتخفض البور بوينت. بور بوينت اللي هي درجة الانسكاب، حكينا عنها درجة الانسكاب. فلما تصبح الآن الكراكينج هذا كسرت مثلا المركبات الهيدروكربون اللي بتحتوي على 40 كربون إلى 10 و12 و7 وأكثر وأقل بشكل عشوائي، تصبح المادة البترولية بدل ما هي عالية اللزوجة قليلة اللزوجة وتنسكب من خلال الأنابيب. This process involves pyrolysis، تكسير. Pyrolysis هي نفسها thermolysis أو cracking، هي نفس الكلمة. هذه بتقوم العملية hydrocarbon long chain hydrocarbon and dealkylation of aromatics. لو كان في داخل التركيبة الكيميائية أو تركيبة المادة البترولية مركبات alkylated بنزين، يعني إيثيل جروب موجود على البنزين كمثال، إيثيل بنزين يعني، في الكراك بتنكسر هذه الرابطة ما بين الإيثيل والبنزين، الأروماتيك سايد تشينز كلهم بتكسروا. هذا بيقود إلى عملية إيش؟ مال كراكينج إذا بتكون في هذه العملية، وهذا غالبا حرارتها أقل والريزيدنس تايم أيضا شورت، شورت ريزيدنس تايم حرارة أقل. لاحظ هنا أقل يعني أقل من 450 بتقوم في العملية هاي، هناك في حدود ال 500 دائما 480 ل 500. هلا هون نجي للجزء الثاني، الجزء الثاني اللي هو ايش؟ الكاتاليتيك كراك. الكاتاليتيك كراك تلقائيا ستستخدم انت كاتاليست. هلا حرارة ممكن تكون حرارة مشابهة للسابق. لاحظ في الكتافي الثيرمال كراك اللي شو كنا نحكي عن 480 ل 500 او 520، هو نفس الشيء 460 ل 520 تقريبا. هذا في الكاتاليت كراك. ايش هي الان الكاتاليست؟ غالبا نستخدم احنا هون اسيد كاتاليست. اسيد كاتاليست اللي هو الان الومنا مع سيليكا او زيولايت اللي هو الومنا سيليكيت. هلا لما تقوم في عمل كراك يعني على البيد اللي بنحكي عنه كنا قبل شوي اللي هو لوح السيراميك هاي،
بيكون موجود عليها الومنيوم او عليها سيليكا او عليها خليط من التنين او عليها زيولايت في كثير الحالات. هذا هو الماده السائله في شو اسمه وهي داخله بتكسر، لكن هذا التكسير افوردز لايت اولفينز. اللايت اولفينز اللي هو ايش؟ مركبات الهيدروكربوني الانساتوريتد فيها كربون 2 الى 4. والثيرمال كراك از يوزد فور ذا برودكشن اوف ايثين. هلا ثيرمال كراك بشويه قلنا الميجر برودكت كان في الجدول اللي اعطيتكم اياه بشويه كان هو الايثين. هون بتشكل الايثين ويتشكل الى جانب البروبين والبيوتين. البروبين والبيوتين، هل تستطيع ادخال شيء اخر ايضا غير اللايت هيدروكاربونز؟ نعم تقدر تدخل ايضا هيفي اويل، وبتقدر تدخل النافثة، وبتقدر ايضا تدخل اي ماده هيدروكربونيه اخرى الى اخره. طبعا في المحاضره القادمه قبل ما ينقطع الزوم حنتكلم عن الكراكين بشكل تفصيلي اخر، ونتكلم فيها عن الفلويد كاتاليتيك كراك والديب كاتاليتيك كراكينج الى اخره، والفروقات فيما بينهم والميكانيزم اذا اختلف.